حلو قوي. طب خلينا نروح استاذ محسن بقى لملفات متعدده، وانا عايز ابدا بصراحه بمانشستر يونايتد، لان مانشستر يونايتد الاداء فيه ليس الافضل يعني ات اول زي ما بيتقال، والبعض كان عنده امال ان بعد يعني انضمام كريستيانو الوضع هيختلف، ولكن الوضع لم يختلف اطلاقا. فهل بتعتقد ان ممكن، يعني ده بيقال على السوشيال ميديا تحديدا، ان ممكن كريستيانو ينتقل من مانشستر يونايتد اذا بقى الوضع كما هو يعني في اللحظات اللي احنا بنشهدها دي من الدوري الانجليزي؟ طب هو كريستيانو هيروح فين؟ اصل هو بقى 37 سنه. ما ده برضو ده سؤال ثاني. 37 سنه وهو يعني كتر خير الدنيا لو كمل الموسم الثاني معاهم، هو معاهم هو عنده الرغبه يعني حسب تصريحات قديمه الرغبة. هو قال انا اقدر العب لغايه 42 سنه. بالظبط، وبيثبت نفسه يعني هو بقاؤه اعتقد ان شاء الله مؤكد، يعني لان هو هيبقى مرهون شويه في مانشستر يونايتد، ان هو طبعا ياخذ الدوري ده طبعا موضوع مستحيل، لكن يبقى على الاقل من الرباع الاولاني او المربع الذهبي للبريمير ليج، ان هو يقدر يشارك السنه الجايه في الدوري ابطال بطوله الدوري ابطال اوروبا، يعني الحاجه المهمه. عمل ماتش حلو وسجل ثلاثيه يعني هاتريك مع فريق هو من هزم توتنهام وليس مانشستر يونايتد. خلينا نتكلم بامانه، يمكن حتى معلق المباراه بعد نهايه المباراه قال لك وانتهت المباراه بفوز كريستيانو رونالدو على توتنهام 3-2 بيلعب لوحده. بالظبط، بكل امانه.